الشهرة خطفتني وأهملت الدين والصلاة. تصريحات قوية جدا من مروان بابلو عن حياته الشخصية. اعترف مغني الراب مروان بابلو بأنه ابتعد عن الدين لفترة طويلة بعد انطلاق شهرته، لكنه بدأ يراجع نفسه أثناء السنة اللي قرر فيها الاعتزال. وقال مروان بابلو انه اهمل الدين في الفتره من سن 18 لسن 25، وقال العامل الديني كان موجود وكنت فاكر ان صح وان الايمان في القلب، واكتشفت اني مش صح. وقال في السنه دي انا قررت ابطل فيها المزيكا، وعرفت ان الدين عنصر رئيسي في تكوين شخصيتي، ورجعت ادور في الدين لان مع الشهره بيحصل عندك جشع وبتبقى عايز اكتر. وقال انا اعتزلت فعلا مش علشان اطلع ترند ولا عشان ابان الناس ان انا متدين، انا فعلا كنت عايز ارجع لديني وارجع لربي تاني. ده كان تصريحات مروان بابلو. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.